سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا في احسن الاحوال، واموركم دائما دائما هانيه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد، كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم هذا الفيديو. البنات راه كان مصور عندي قبل ما يمشي من الدار، يلا كتب باش نحطه. المهم هنايا كيف ما كتشوفوا الصبح عندي البيت مرون وصافي. هنايا كنت غطوه بهاد المانطات مع خفيف، راكم عارفين الصيف كيبو هي اللي يزور هاد المانط خفيف. صافي وطويتهم كيف ما كتشوفوا، وغادي ندوز هنايا كيف ما كتشوفوا، وغادي نقاد المخيدات ونقاد هاكا الريدو. المهم هنا راه كانوا مخسرين ليا السناسل، حتى جات امي مسكينه وصايباتهم ليا دغيا، صايباتهم. انا كنت بغيت نخويهم ونديهم نديهم النجار، نديهم للخياط باش الحيفي. نديهم للحيفي باش يصايبهم ليا. ايوا صافي جات امي صايباتهم ليا مسكينه، الله يطول عمرها. ايوا هنا كيف ما كتشوفوا قديت هكا المخيدات، قديت الحيفات، جبت الطلامط. صافي غادي نمشي ان شاء الله باش غادي نوجد كسكسو، واحد شويه ديال الكسكسو، لانه من الدار كيف ما قلت لكم غادي مسافر. ومهم غادي خدام ان شاء الله، لانه عمرو كيف ما قلت لكم عمرو يا البنات ما مشى هكا شي بلاصه مسافر، يعني دابا مده 13 عام ديال هكا ديال الزواج، وعمر من الدار هكا ما خلانا بوحدنا وسافر. ولكن الله يحسن العوان، يعني بنادم تبقى تابع واحد تابع كطرف ديال الخبز فين ما كان. اي أيوة والله اللهم لك الحمد، الحمد لله. صافي هنا كيف ما كتشوفوا جمعت البيت، دوزت الشطابه، وهنا دزت كيف ما كتشوفوا هنايا عندي دوك الروس تاع القمح، هادو هما البنات اولا كسكسو ديال القمح. صافي جبت كنت بغيت ندير هاد كسكسو، صافي وانا نقول غادي ندير غير هذا، الصراحه كيجي معلك وكيجي زوين ما نقولش لكم عليه. صافي هنايا عطيتو الماء كسكسطو، عطيتو هكا واحد جوج كيسان ديال الماء، وكيف ما كتشوفوا ها هو شراب. ودابا غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نردو يفور. راني قديت كيف ما كتشوفوا البنات، قديت ما شاركتش معكم من الاول، لان راكم عارفين غير سميتو المرقه ديال الطفره تبارك الله وصلان بكل شيء تيعرف ليها. المهم الصراحه ما فورت على، درت هكا واحد الميكه تاع اللحم، قطعت لها البصله ومطيشه، ودرت الابزار وشويه ديال السكينجبير، شويه الخرقوم، واحد الدويمه ديال الزعفران كيف ما قلت لكم، دويمه ديال الزعفران، وخليته تشحر مزيان مع زويته بلديه. عاد فاش رويت ودرت الخضيره وسديت الكوكوط، صافي رديت الكسكاس هكا كيفور. المهم هنا كنت كندوي ومعصبه، كنت كندوي على خونا زهير اللي توفى، اللي كان ضحيه ديال المهم على ما اظن انا بجوجهم ضحايا، لان جوج ديال الشباب ضاعوا، واحد مشى للسجن وحياته كامله ضاعت، صبعانو تقطعوا وجهو تخسر. واحد الشاب اللي كان من اطيب خلق الله، كشهاده الجيران ديالو، كان الله يعمر ليه الدار. مهم ما عرفناش شنو المشكل ديالهم بعضياتهم، الله اعلم، يعني واخا نقولوا راه اختو ولا تبقى داكشي بيناتهم، ما نقدرش انا نحكم على شي واحد. وكدالين انني عمرني ما طلعت شي فيديو ضد، عمرني ما طلعت هكا بشي فيديو كندوي على شي واحد ولا. المهم صراحه هاد الاخ اولا خونا زهير الله يرحمه يا ربي ويواليه برحمه الله، بقى فينا اقسم بالله العلي العظيم يا البنات، الى انا حسكني عرفتي قلبي مني كنتفكرو كيتقطع، انا يا بعيده منه وما تنعرفوش وعمرني شفتو، وانا يا عرفتي دخلت فواحد الحاله ما نقولش لكم عليها، بقى فيا بزاف 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 مخساك هكا ميمتو اختو عائلتو، يعني الله يحسن العوان، الله يحسن العوان، الله يحسن العوان. ايوا هادشي اللي كاين، الله يهدي ما خلق والله يهدي هاد الشباب. واصلا يعني ولات المخدرات كتير ولا الفانيد كتير، الله يهديهم والله يرد بهم يا ربي، هادشي اللي غادي نقول. صافي هنايا
المهم انا راني لقيت البنات عاد راسي راه الفيديو تحذف ليا صافي، وحتى لقيته كيف ما كتشوفوا عاد دابا لقيته صافي. قبل غادي ندير هكا هاد البابي، هذا البنات كناخذو ب5 دراهم مقعد كيف ما كتشوفوا صافي. وغادي نركب هكا نركب هكا ديال البوطه صافي، ندير شبيكات. المهم تيكون هكا هذا تناخدو هكا واجد حسن ما نبقى هكا ندير صافي. وهادشي اللي كاين، وغادي نركب هكا الجاجه. ومهم هنا الغزاله ديالي غادي نقول لكم هكا شنو غادي المهم غادي نبدا معكم الفيديو ديال الطوفان من الاول. هنا البنات عندي درت واحد الميكه ديال اللحم، وعندي البصله غادي قطعتها هكا طرونش صافي صافي. وغادي نقطع مطيشه حتى هي هكا بجلوفه صافي واحد الكميه، وحتى نزيد المطيشه ان شاء الله منين بنفور تفويره الثانيه صافي. غادي ندير شويه ديال الزيت، وغادي ندير هكا واحد الميكه ديال اللحم، وندير العطريه ونرد هاد الحيمات باش يتقلاو ليا صافي. ومهم هاد الفيديو كيف ما كتشوفوا راه كان قبل ما طيح ليا هادي ديال العطريه، راه صورته قبل ما يمشي منطر هكا للصحراء. درت سكينجبير الخرقوم والابزار، ودابا غادي ندير واحد الدويمه ديال الزعفران اللي كتجيب كسكسو زوين البنات ومعلك صافي. هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز وغادي نوجد هكا الخضيره. المهم غادي ندير قريعه بلديه، وغادي ندير شيفرول واحد سلاويه غير وحيده هكا صغيره، لان ولادي ما تياكلوش ليا الخضره، غير هي الخضره كتبنن كسكسو صافي. هنا غادي ندير شويه ديال خيزو، واحد جوج خيزويات ولا ثلاثه كيف ما قلت لكم، راه الدراري ما تياكلوش ليا هكا بزاف الخضره في الطوفار، تناكلها هي انا ومنطار صافي. هنايا قطعت الفلفله الحمراء وقطعت الفلفله الخضراء، غادي نديرها في كونجيلاتور هكا الا بغيت ندير شي بيتزا ولا تلقاها هكا تلقاها مقطعه وكتجيني سهله صراحه. يحيى قلت لي حرك الكوكوت، راه مشى الكوكوت يحركها. ايوا انا ان شاء الله غادي كيف ما كتشوفوا نقي الخضيره ونغسلها باش نرميها ان شاء الله صافي. وهنايا عندي ديك عندي هاد القريعه ماشي حمراء وماشي الشلون ديالها اصفر، ولكن زوين البنات حلوه غزاله. المهم هنا هاد القريعه راه كتجتها من جتها من العربيه صافي. هادشي اللي كاين، وانا دابا غادي نروي ونغسل الخضره صافي ونرميها، وعاد نرجع معكم ان شاء الله صافي. انا كيف ما كتشوفوا كندير الماء طيب، الماء طيب هو اللي رويت به، وغادي نجبد شويه ديال الفول هكا من الكونجيلاتور صافي. وغادي ندير هاد الفلفله هكا في بلاستيكات وندخلها هكا للثلاجه، غادي نقسمها هكا على جوج بلاستيكات صراحه. انا كنجيب فلفل الصفراء والفلفل الحمراء وكندخلهم هكا للثلاجه نخلطهم. كانت عندي في الكونجيلاتور، ولكن كيف ما قلت لكم ملي مشيت للعربيه نسيت البريز ديال الكونجيلاتور ما مديورش صافي، وكاع داكشي اللي فيها خسر ليا، وكانت فيها حتى الفلفله، كانت تبارك الله واحد الكميه لا باس بها ديال الفلفله كتحطها رمضان، وانا رمضان ما درتش فيها بيتزا بزاف صافي. ايوا هادشي اللي كاين، الله يخطيكم وشكرا لكم بزاف، وهانتوما معايا ان شاء الله صافي. هنا راني كيف ما كتشوفوا ساليت كسكسو وجلدي لدي لدي. شوفوا البنات انا ندير لكم واحد القايمه جمع لك وجفن. المهم شوفوا شتو درت الفول، درت سميتو هاد السميده ديال القمح راه كانت جابتها ليا هي لوستي، ولكن راه ما نقولش لكم زوينه يا البنات، الا كنت خدوها راه كيبيعوها العيالات.
سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير، تكونوا في احسن الاحوال، اموركم دائما ان شاء الله عاليه. اليوم ان شاء الله فيديو جديد وروتين جديد. المهم مشيت خرجت قديت نشارك معكم التقديه اللي هكا اللي تقديت، لان عندي واحد الكوموند. المهم ما عرفتش نصورها معكم ولا لا، لان ديجا مصوره معكم هاد الحليوه. المهم ما بقاش عندي الزيت، واحد الباكيه ديال سنيده حتى هي ما بقاتش عندي، وشت واحد جوج لابريري كنبغي نصايب بهم لي طارت وتشهيت المملاحات، كنت نصايب المملاحات. شت واحد الباكيه ديال الخميره، شت غير هادي. شت واحد نص كيلو ديال واحد نص كيلو ديال التمر تيبو الدراري ياكلو بلا طماطيل، شت نص كيلو. وجدت واحد نص كيلو ديال الصفا، نصايب ان شاء الله الصفا ونشاركها معاكم. هنا جبت واحد نص كيلو ديال الكوك، بغيت نصايب ريشبون ديال الدار. هنا جبت واحد جوج باكيات تاع الملحة، من بعد جبت الدجاج وكنت نغسلو ساعة لقيت الملحة. جبت واحد جدة وحدة، واحد باكية ديال الخميرة، جبت لامونطاط، جبت واحد ديال الطمر، هاد الطمر زوين البنات، هدا النوعية ديال نوار، نص كيلو ديال الزبدة، هدا نخدم بيها حلوة ديال الطمر، وجبت نص كيلو ديال الكوكا كنخدم بيها معايا كاع عندي كوموند. صافي، وجبت البابي كويزين، راه حطيت منو وحدة وحطيتو، صافي وطرات جيا نخدم فيها السطر، بغيت ندير فيها هكا. بوبين هكا زبل حاشاكو. صافي خدت من عندها هكا سطر، باقي غير جبتو. جبت من عندها قرعة ديال اونيا دي دايره شي 160، وجبت من عندها جافيل. جافيل البنات ديال 5 دراهم، هذا ديال 5 دراهم واعر حار 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 الفم. جبت من عندها جوج قراعي، وجبت واحد الطراب يداوي. صافي هادشي لي جبت. و دجاج جبتو البارح وغسلتو، المهم شاركت معاكم التقضية. ها هو البنات، جبتو البارح وغسلتو وخليتو ليه كامل في الحامض هادو جوج ديوم، حتى النهار هدا ان شاء الله الوقت الشيخ يجيب ليا شوية ديال اللحم، لأن منظر مكاينش. المهم دابا يحيى عندو 12 عام ونص، دابا تقريبا واحد 13 عام ونص ديال الزواج. ما عمرو ما مشى هكا سافر يخدم شي بلاصه وخلانا. المهم اول مره غادي يخوي علينا الدار ويخلي بلاصتو قداس قداش كبيره كبيره كبيره. صراحه خلى بلاصتو قداش ومولفينش عليه يسافر ويخلينا، لانه مشى للصحراء مشى سافر باش يخدم. صراحه خلى بلاصتو قداش. عرفتي فاش مشى اليوم الصباح؟ الصباح انا والله دابا تكون شي وحده مهدوده، ما قادره ندير حتى شي حاجه، لان صراحه ما عمرني نسيت المسؤوليه بوحدي، ديما هز معايا المسؤوليه. و اش نقول لكم؟ انا ماشي نشكر حتى شي راجلي ولا انا الزوج ديالي من اطيب خلق الله، من اطيب 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 خلق الله، وكنتمنى لاي وحده ماشي عنده، الحمد لله عنده حاجه اللي ما عندش بزاف الناس، هي النفس. الحمد لله خفيف كيخدم الدراع وفيه النفس، وعمرو ما كيخسر لك خاطرك ولا يقول لك شي كلمه اللي تضر لك خاطرك، واخا يكون معصب واخا يعني كيكون شاد في راسه. يعني من اطيب 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 خلق الله، غادي نقول ديما لنا الله يعاونك والله ييسر لك يا ربي والله يجيب لك الرزق. وانا راني غنطلع لك في وليداتك حتى راه بحال كاين حتى هنا في الدار. ايوا الحمد لله والشكر لله، الله يخلي لينا ويطول لي عمره يا ربي ويخلي لي وليداته. ايناس مع هو ايناس قريبه لي اكثر من يحيى، يحيى قريب لي شويه انا، وإيناس قريبة لبويا. أنا نقول لها ماما توحشت بابا، باقي الله غير ماما توحشت بابا ولا قولي لي الله ييسر لك والله يجيب لها الرزق. إيوا ندوزو باش نكملو الروتين. صافي كيف ما قلت لكم عندي كوموند ديال حلوة ديال التمر،
صراحه ما غاديش نطيبها شي واحد بعيدين من خالتي. دير حلوه التمر وغدي الكاوكاو باش يتحمر، غادي نصايب معايا لكم صايب الهلال ديال الكاوكاو، وها نتوما معايا غادي نشارك معكم. صراحه الوحده هذه باقا ما درتش لوليداتي، قويه باقي غير باقي ما وصلتش وما درتيش ليا لوليدي بالغدا. انا غادي نقلي شويه ديال الفريت وندير سلاده، وكاين الطون غادي نحل الطون حتى العشيه ان شاء الله، ندير لهم دجاج بالفران ولا ندير لهم هكا طويجين ونقلي عليه الفريت ولا. وهذا الشيء كاين اصلا الدراري تيبغيو داك الشيء تاع الهاسه، تيبغيو البانيني. يحيى راه طالبني على البانيني، طالبني على تاكوس، قال لي ماما صايب لي تاكوس. نخرج ان شاء الله، ما قدرتش نصايب خبز حتى نخرج ان شاء الله باش هكا الا خصني الصراحه هو يحط لي كل شيء. يقدر يتخصني الدقيق بالحق ما قلتهاش ايه، المهم باقي عندي شي كيلو ونص ولا شنو غنخدم به دابا، ما قلتش لي راه ما كاينش الدقيق، ماشي مشكل حتى نجيبو انايا. المهم الثلاجه راه عامره، كاين الخضره كاين كلشي الحمد لله. وعمر لي البوطات، عمر لي البوطات بجوج باش الى خوات البوطه لقى البوطه، انا ما كاينش لي غادي نجيبها ليا وما نقدرش انا نطلعها من دروج. عمر لي البوطات بجوج، المهم تقدا ادى الواجب الله يحفظه ويطول عمره. صافي هادشي اللي كاين نوريكم. وحتى التقضيه ديال الشهر باقي عندي، نجيب بيه السكر واتاي ولي سالا ليا. شوفوا راه البصله البطاطا هنا الخضره راه كاينه، غادي نجيب هي بلاطو ديال البيض مع كانوا بغي ندير كيكات هكا للدراري وداك الشيء. هانتوما الحمد لله، اللهم ديما نعمه يا ربي خاطر من الزوال. وهنايا المهم هاد الفلفله راني شاركت معكم كان بغي ندير بها هكا سميتو. المهم هنا في الثلاجه ما عنديش هادي، ما عندي لا لحم لا حوت لا حتى شي حاجه. المهم تن هاكا نشوف اللي تقدا لي الحوت ولا يشوفوا هو شي واحد، لان باقا منزله من بعد ان شاء الله. ايوا هادشي اللي كاين، شوفوا الثلاجه راه كتشعل. صافي راني راده كاوكاو باش يتحمر باش نبدا معكم ان شاء الله الروتين. ها هو شفتوا يا الله البنات اللي يخطيكم. صافي البنات هنايا راني بديت الكوموند، و المهم هنايا بالنسبه للحلوه ديال التمر والحلوه ديال الهلال صيبتها وصيفتها للفران، ما طيبتهاش في الدار. وإيناس كيف ما كتشوفوا هي معاوناني كتمرمد ليا هكا حلوه ديال التمر في السكر كلاصي، وانايا كنصيب هكا الهلال حتى هو كنديرو في السكر كلاصي. وبالنسبه للمعلكه راه طيبتها في الدار، ما بغيتش نصيفطها للفران لان خفت يشربها ليا وتخسر ليا، داكشي علاش قررت انني نطيبها في الدار، لان هي المعلكه كتبغي انها تدخل الفران صافي وتخرج في ساعتها، ما تبقاش بزاف، لان الا بقات لزتيها الطياب بزايد تتقصح وما تجي زوينه. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال نهار اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا لكم بزاف بزاف والهلا يخطيكم عليا. وشكرا لكاع البنات اللي متبعيني وكاع البنات اللي تيبغيوني، غادي نقول لكم شكرا والهلا يخطيكم عليا اغلى واز متتبعات على قلبي. المهم اليوم هاد النهار كان حالتي حال، هاد النهار هو اللي مشى فيه من الدار هكا سافر فيه، داكشي علاش كنت عيان وما عندي خاطر. وهاد الحلوه راه صايبتها هي بزازكم، ما كانتش كوموند والله ما نحط فيها يدي. يلا ما نطولش عليكم، السلام عليكم.